بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله يا كرام وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. رح نتحدث في هذا الفيديو عن كيف أنك تجتاز مقابل توظيف. رح يكون هذا الفيديو عبارة عن سؤال وجواب، عبارة عن نقاش تناقش في معلومات، أفضل هيك للدراسة، أفضل لحسن تدبير المعلومات وحفظها. فأنا مثلا عندي مقابلة في مشفى ما، مقابلة تخدير، فأشوي الأسئلة العامة اللي تنسأل، الأفكار العامة اللي تنطرح، طريقة الأسئلة، كيف تنفذ من الأسئلة، تحاول هيك تحتال على الوضع، يعني بحيث أنه حاول قدر الإمكان يكون نصيبك من العلامات أعلى. نبدأ إن شاء الله بركة الله بالنقاط الأساسية في هذا الفيديو. النقاط الأساسية اللي أتحدث أنه أنا عندي مقابلة، المقابلة شلون طريقة الأسئلة فيها، ما أتحدث عن فحص الكتابة. فحص الكتابة هو الفحص الأول بيجرى في المقابلات عادة، فبيتم إجراء أسئلة وبينطرح عنها أجوبة، وبالنهاية شخص بيأخذ على أساس علامات. هاي عبارة عن حفظ، يعني عبارة عن سؤال وجواب. بينما بالمقابلات في أساليب تانية تضاف، في طريقة إلقائك للمعلومة، متلبك مانك متلبك، كيف أنت عم تشرح للشخص اللي عم يختبرك، زائد أنك تكون يعني بالوقت الكافي تحسن توصل له الإجابة اللي هو بده إياها، تمام؟ فكنقطة أولى بحب أشر فيها، بحب أعرفكم على أبو محمد عمر العمر كبير المخدرين الله يبارك فيك. فالأساس للنقطة هي أنه تحط في بالك أنه أنت فايت على مسابقة توظيف، هيك لحتى نقسم هاي الأفكار. مسابقة توظيف نشيل أول شيء الواسطة والأمور على الطرف، يعني بس بهمنا المجال العلمي. يعني مسابقة التوظيف أنت في عندك أشخاص اثنين ثلاثة راح يختبروا مثلا. طيب هل ثلاث أشخاص راح يختبروا كم شخص؟ راح يختبروا مثلا نفرض 30 شخص. طيب المدة المقترحة لاختبار عندنا مثلا من 8 الصبح لـ3 المساء، فهذا اللي بدي أوصله أنه نحن عندنا أشخاص محددين راح يجروا مقابلة لعدد كبير، وهي المقابلة راح تكون محصورة في وقت. هذا الحكي إيش بفيدك أنت؟ بفيدك أنك تكون على بين أنه عندك وقت تستثمره وتستغله في أنك تعطي الشيء المفيد وتعطي فكرة أنه أنت إنسان فهمان الشيء اللي عم تقوله. ما بكفي أنك تكون باصي، لازم تكون مشتغل. أساس أنت يعني تقدمك للمسابقات أنه يكون في عندك محصول نظري جيد ومحصول عملي جيد، الدمج فيما بينهم بيعطيك شخصيتك التخديرية اللي رح تتقدم فيها لأجراء مسابقات. فأنا مثلا عندي هذا الوقت ورح يختبر بهذا الوقت 30 شخص، فممكن أنت بيطلع لك ربع ساعة مثلا بأحسن الأحوال. طيب ربع ساعة شخص راح باشر يسألك أسئلة، طيب راح يسألك بتفاصيل الأمور؟ أكيد لا، راح يعتمد على أسلوبين. كن على يقين أنه الشخص اللي بدي يقوم بإجراء الاختبار لألك هو شخص عم يدرس مثله مثلك للامتحان، بس هو عم يدرس لحتى يسألك وأنت عم تدرس لحتى تجاوبه. هاي نقطة مهمة. إيش بتفيد؟ بتفيد أنه هو عم يحضر حاله لحتى يلقي معلومة أو حتى يسألك سؤال، وبيحاول قدر الإمكان في يكون في نقشة. فهون اجتيازك لهاي الألغام أمر جيد. فبنبدأ، أنا رح أسأل أبو محمد سؤال، نشوف كيف المسابقة صارت ونشوف طريقة إجابته. طيب أبو محمد، أنت اليوم فني تخدير الوحيد الموجود في غرفة العمليات، خدر معك طبيب وطلع وباشرت لحالك، فقال لك طبيب الإذنية اللي أنت عم تعمل عملية لوزات أو عملية انحراف وتيرة مثلا، عمليتك شو هي؟ انحراف وتيرة. شو التخصص؟ تخصص إذنية. شو نوع التخدير؟ تخدير عام. فقال لك الجراح انا رح احقن ادرينالين مع الدكان، شو رد فعلك؟ انا اذا كنت مباشر على الهلوتان بوقف الهلوتان. انت تباشر عليه لشخص بالغ ولا تستمر فيه؟ استمراري. طيب المباشره شو باشرت؟ وريده ولا انشاقه؟ لا وريده. شو هي الاشياء اللي تباشر فيها بالمباشره؟ وريده ام عضلي ام وريده؟ طبعا. طيب فيك تباشر عضلي؟ بالغ لا، ما في إمكانية، بس ممكن هيك. طيب ممكن هيك حالات تستخدم التخدير العضلي عند شخص بالغ؟ ضرب لي مثال إذا في بالك. غير الاختصاص تخدير ممكن تخطيط أعصاب. طيب شجر اعتناز دونان عضلي؟ لازم نلتزم مع بعض. طيب هون نحن نشوف هذا السيناريو اللي عملناه نظام. السيناريو اللي عملناه هو سيناريو شبيه بالمسابقات، بيكون شخص واقف هيك عم بيزورك وبيسألك أسئلة متتالية،
وبيستطرد فبينتقل معك من فقرة إلى أخرى بناء على كلمة الكلمتين اللي حكيتها. فقال لك تخدير إذني تخدير عام، أنت باشرنا على الهلوتان. فالنقطة وين؟ أنا هون حتى ناقش اللي صار، باشرنا على الهلوتان، فهو أخذ كلمة الكلمة تبعيتك سيسألك فيها، بصير باشر على الهلوتان. هو فعليا هو استمر على الهلوتان، طبعا رح نكمل فكرتنا ولكن هيك نقطة نستقطعها. باشرنا على الهلوتان، طيب أنت باشرت على الهلوتان؟ لا لا استمرت عليه. جيد، ليش باشرت؟ باشرت وريدة. طيب بصير باشر عضلي؟ ممكن بس مو شيء شائع، صح وما هو شائع ابدا. طيب في حالات ممكن تباشر فيها عضلي؟ نعم. مثل مين؟ مثل مرضى المعتوهين، الاشخاص اللي عندهم مشكله عقليه بيجوا لعندك على العمليات، يعني المستخدم والهي ماسكينهم ومثبتينهم، وانت بدك تدفش وريده او ممكن خازع وريده، يعني بالنهايه بدك تنومه، فما في امكانيه لانك تحقن شيء وريده، فبتضطر تباشر عضلي. بايش بتعطي عضلي؟ مع خيار الكيتامين مثلا. بجوز بروبوفول؟ لا لا يجوز. بجوز نازدونال؟ ابدا لا يجوز. النازدونال هوني او الثيوبنتون الصوديوم حسب الدوله اللي انت عم تشاهدنا فيها، الثيوبنتون الصوديوم هو دواء يعطى وريديا فقط. اعطاءه العضلي بسبب خراج، واعطاءه بمنطقه فيها شريان بيؤدي لتشنج الشريان وممكن تموت الطرف حتى. بيأتشو عالي، بيأتشو 11. فالنتيجه انه نحن استفدنا بعده معلومات من هذا السيناريو اللي صار. رح كمل مع ابو محمد، رح كمل مع عمر العمر المناقشه. طيب انت هون قال لك رح افتح، رح احقن ادرينالين، شو المعلومه اللي لازم تذكر لي اياها بهي الفتره؟ انه اذا كنت في مرحله استمراري، هلوتان مع ادرينالين بيسوي مشاكل قلبيه. حلو حلو. طيب اذا نحن هون اخذنا معلومه ومناقشها، هلوتان و ادرينالين. مين فاتح هلوتان؟ المخدر. مين رح يعطي ادرينالين؟ طبيب جراح. طيب الطبيب جراح شلون رح يحقنه؟ موقع. حلو، فبالتالي انت عندك هون حقن ادرينالين في ظل وجود هلوتان. هذا الشيء بيصير؟ ما بيصير. طيب ليش ما بيصير؟ لانه قلنا الهلوتان بياثر على العضله القلبيه، بسبب بطء العضله القلبيه. حلو، بيثبط العضله القلبيه. والادرينالين بنشط العضله القلبيه. بنشط العضله القلبيه، طيب واحد بثبط واحد بنشط، شو بيصير؟ بصير اضطرابات نظام. ممتاز ممتاز. مشاكل قلبيه. فهذا التعاضد فيما بين هدول الدوائين، واحد بيثبط واحد بينشط، فيطلع فيهم القلب، يعني احترنا ايش بدكم؟ فالزلمه ببطل السالفه كلياتها وبصير عنده خوارج انقباض وممكن يصير رجفان بطينه، وهذا الشيء خطير. طيب ايش حل هذا الامر؟ حل هذا الامر اذا انت كنت فاتح هلوتان والطبيب مانك متوقع انه بده يحقن ادرينالين، او تفاجات انه بده يحقن ادرينالين، فتقول له انتظر، بتوقف الهلوتان، تستنى 5 دقائق، طبعا بتفتح الخيار الاخر اللي هو ايزوفلوران او سيفوفلوران، وتستنى شوي وبعدين بتقول له احقنها ادرينالين. هون انت بتكون ضمنت انه طرح مين؟ الهلوتان، لانه طرح الهلوتان بالدرجه الاولى هو طرح تنفسي. بتزيد على مرات التنفس بحيث انه تسرع من عمليه اطراح المخدر الانشاقي الموجود. هاي نقطه جيده. النقطه التاليه هي انه انت اساسا مالك فاتح هلوتان وبدي احقن ادرينالين، ما في مشكله. شو الافضليه انك تستمر على مين؟ وريده، على ايزو انشاقي مخالف للهلوتان، او انك تستخدم الخط الوريده بالتسريب، فانك تعطي بروبوفول. طيب هون بنلجا للمعلومه، انا شخص عم اختبرك انت في مسابقه توظيف، بروبوفول شجرته التسريبيه، يعني اضطريت تسربه، شو بدك تعطي؟ من 50 إلى 200 ميكرو على الكيلو جرام بالدقيقة. الجرعة التسريبية للبروبوفول هي 50 إلى 200 ميكرو جرام على الكيلو جرام في الدقيقة. في بعض مراجع بتذكرها من 2 إلى 3 ملي جرام على الكيلو جرام في الساعة. طيب أنا هون هاي الجرعة التسريبية بتبعها بضربها بوزن المريض، والدقيقة بحولها للساعة، يعني معادلات رياضية صارت هون القصة. طيب أنت هون بدك تمدد البروبوفول وتسربه، مثلا ما بدك تعطيه بمضخة، ممكن تحطه ببمب وتسربه مثل ما هو بالتركيز 1%. بدك تمدد، شد الحد الاقصى اللي ممكن تمدده؟ لازم ما يكون اكثر من 5 اضعاف. جميل. هذا الامر شائع جدا كاخطاء في المجال التخديري، انك تمسك انبوبه بروبوفول وتحقنها بنص لتر او بلتر سيروم. هون ايش عم بصير؟ عم بتلون السيروم بلون ابيض فقط. هذا التمديد امر خاطئ، يعني انت شد ما اعطيت سوائل رح تحصل على كمية كبيرة من السوائل وأقل تركيز ممكن من المخدر موضعي. قطر القسطرة الوريدية اللي عم تسرب فيها له دور، بحيث إنك تسرع وتبطئ عملية النقل.
زائد انه انت عم تعرض المريض لزياده في اعطاء السوائل. انا اشبه من هذا الامر، بهمني انه اقول لك لا يجوز اعطاء البروبوفول بتمديد اكثر من 5 اضعافه، فبدك توصل لتركيز 0.2% وتوقف وما تمدد اكثر من هيك. هذا الامر مهم وخطا متداول في مجال العمل. لهون انا بحب ان انهي هذا الفيديو، اتمنى نكون قدمنا شيء من الفائده انا واخوي ابو محمد. طرحنا شويه افكار مهمه ممكن نعمله على شكل سلسله اذا بتحبوا انتم هذا الشيء، وتذكرون هذا الامر ضمن التعليقات.